توعد وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي مخالفي الحجر الصحي الشامل بإجراءات صارمة في تطبيق القانون مثل الإيقاف والإقامة الجبرية، كما وصف الوضع الوبائي في البلاد بالخطير. وقال وزير الصحة عبد اللطيف المكي في مؤتمر صحفي مشترك إن الحجر الذاتي فشل إلى حد ما نظرا لعدم التزام التونسيين، وأن الوضع لا يحتمل انفلاتا أكبر. ومساء الاثنين أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 596 إصابة، بينها 22 حالة وفاة. كل الوزارات تلخص دموعه ما عجز لسانه عن تبليغه. يلزم الالتزام من طرف الجميع، وما نخلوش فئة صغيرة تعصف بجهد متاع الشعب ومؤسساته. مشهد لوزير الصحة في ندوة صحفية وهو يذرف دموعه دق ناقوس الخطر، فوضع الوباء قد يخرج عن السيطرة في ظل عدم التزام التونسيين بالحجر الصحي الشامل وإجراءات الوقاية. إذا استمرينا في هذا وحتى واحد ما على باله، أنا أقول لكم قاعدين تقودوا فينا إلى نتيجة ما يشبه، إلى نتيجة لن تشرفنا، وإلى نتيجة كما قلت ستظل يعني تقض المضاجع متاعنا، ويقول الإنسان يا ليت رنا التزمنا. بكاء وزير الصحة قبله وعيد من وزير الداخلية. مخالفو الحجر الصحي سيواجهون إجراءات صارمة تتراوح بين التوقيف والإقامة الجبرية. إذا كان ما يتمش التحكم في الوباء هدايا، راو لا قدر الله النجم نخلطوا إلى صور صادمة للتونسي وصادمة للإنسانية. كي نقولوا صور صادمة معناها راو النجم نخلطوا ناس تموت على أعتاب المستشفيات، ناس تموت وما تلقاش كيفاش تداوي، الأطباء قد يضطروا إلى ينعش هذا وما ينعش هذا. نبرة الخطاب تغيرت وصارت أكثر حدة إذن. كي لا نخسر المعركة تقول السلطات، كي لا تبلغ البلاد سيناريوهات دول أخرى، كي لا يموت المصابون على أعتاب المستشفيات. وتلك رسالة مضمونة الوصول إلى المخالفين. نحن الآن في إحدى المناطق المصنفة وبائية في تونس، صحيح أنها تشهد شللا اقتصاديا لكنها لا تخلو من حركة السيارات وبعض المواطنين، مشهد ينسحب على غالبية المناطق في تونس في ظل عدم الالتزام التام بالحجر الصحي الشامل، وهو ما دفع الحكومة لتشديد إجراءاتها وخطابها. اسامة الدعاسي، العربي، تونس. وينضم إلينا عبر سكايب من تونس العاصمة دكتور زهير السويسي، نائب رئيس الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية. دكتور السويسي، كيف تفهم تصريحات وزير الصحة التونسي، خصوصا عندما قال تونس غير مستعدة لمواجهة كورونا؟ ما المعنى الملموس لعبارة غير مستعدة؟ هو بالطبيعة هو الإمكانيات الصحة الموجودة عندنا، نحن ما عندناش إمكانيات اللي تنجمو وباء كبير كما قاعدين نلاحظوا موجود في إسبانيا وفي إيطاليا وفي في 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 فرنسا. هذا كانش نحن في تونس حابين نعملوا الالتزام، معناتها نطلبوا من المواطنين اللي هو يلتزموا بالحظر الصحي الشامل اللي هو ينجم يجنب البلاد ويجنب العباد من التقدم. نحن في تونس مثلا كي ناخذوا عدد الأسرة للإنعاش، عنا في تونس في القطاع العام عنا 30 سرير، وعنا في ولا 300 سرير في القطاع الخاص. معناتها العدد هذايا نعرفوا اللي قريب 5% من الحالات اللي تستدعي بعد الإنعاش، و 80% من العباد اللي تسقط في الأقسام الإنعاش تكون معناتها نسجل حالة وفاة. معناتها المرض هذايا خطير، يجب المواطنين يعرفوا اللي المرض هذايا مخالط، المرض هذايا راه يجي حاليا هو بالالتزام بالحظر الصحي الشامل اللي هو فرضته الدوله، ويجب على المواطنين كل الاحترام تاعو باش نجنبوا. خاطر تو مثلا ناخذوا التجربه نتاع كوريا، مثلا كوريا تسمى من احسن البلدان اللي حاليا اللي عندها اقل نسبه وفيات في العالم، واللي هي معناتها هي استمدت التجربه نتاعها كوريا من الجائحه اللي صارت لها 2000 سارس كوف اللي صار في 2003، وبعد مارس كوف في 2015.
كنسبه نسبه من التجربه، التجربه هذه خولت لها اللي تكون عندها اقل نسبه وفاه في العالم. تو حاليا في كوريا عندها 10,000 300 حاله واحد، وعندها 192 وفاه. تو نحن نعرف ان كوريا تعمل برشا تحاليل، نحن في تونس تو حاليا نجم نقول لك عملنا 9,000 تحليل. هذا الاختيار اللي عملناه نحن وقعدنا نتبعوا في الحالات اللي استوردها. اما هي في كوريا عملوا اتخذوا حاجات اتخذوها اللي هما عملوا عده معناتها امكانيات معناتها التحليل اللي يسمو يعملوا. وهل تونس مثلا مؤهله لان تقوم بما قامت به مثلا كوريا؟ يعني نريد منك يعني التدقيق أكثر بربما أوجه القصور، أو دعني أقول الاحتياجات الملحة التي تضع تونس ربما في هذا الموقف الحرج حاليا. هي تونس في موقف حرج من سنوات. الناحية الأولى اللي هي حاليا فرضت حظر صحي إجباري على معناتها الشعب الكل، معناتها حتى حد يخرج، العجلة الاقتصادية واقفة حالياً. لما نحن توعنا أكثر من زوز أسابيع يجب نلقاو حلول. الحلول هي حالياً نحضر رواحنا للعبيدة دي كلها، شي جي وقت اللي بشخرج بشخرج بالنسبة قاعدين في ديارة. حالياً الدولة التونسية كثرت من معناتها خذوا عدة وسائل تحاليل سريعة باش ينجموا يكتشفوا المرضى اللي هما مصابين. ونحن الاشكاليه اللي كنا احنا تو عملنا حظر صحي، ما نعرفوا اللي ثم حالات، ثم ناس اللي ما التزمتش بالحظر الصحي، ثم الناس في جربه احكى لها مسيد الوزير اليوم خرجوا من جربه ومشاو لولايات اخرى. نعرفوا جربه هي موقع معناتها بؤره لوجود حالات نتاع الفيروس الكوفيد 19. دونك هذوما خرجوا نجموا تسبب في حالات انتشار بناء على ما حدث، وبناء على كل هذه المعطيات، وبناء أيضا على كلام وزير الصحة، هل هناك مخاوف في تونس بأن تفقد السيطرة بعد ربما ارتفاع الإصابات؟ بناء على كل هذه المعطيات، الإصابات وصلت حتى الآن إلى أكثر من 620، منها 22 حالة وفاة. هو العدد الموجود عندنا في تونس مش كبير، مش كما نشوفوا في الجارة إيطاليا وفرنسا عندهم عشرة. معناتها البارح مثلا في فرنسا عندهم 1,000 حالة وفاة. هي رغم الإشكالية ترجع كي نرجعوا للبلدان الأخرى وتجارب البلدان الأخرى. مثلا ديما نرجع كوريا، كوريا الجنوبية مثلا امرأة تسببت في عدوى كبيرة لعدد في معناتها تثبت في برشا. معناتها هي مثلا في صارت مشات هي جايه من الصين، وحضرت في كنيسه 9 ونص 16 17 فبراير. والمراه هذيا جايه يشوفوا في العدد اللي الناس اللي قابلتهم يحكيوا انهم يوصلوا حتى 1,500 انسان صارت العدوى نتاع المراه هذيا اللي حركت بصفه كل حريه. هذوما هما الشيء مع الناس اللي نحن حاليا كما قلت لك ما نجمش قاعدين نعملوا تحاليل للناس الكل. ثم حالات الناس ما في يقول فيها، نحن نعملوا حالات حسب الانسان اللي يحس عنده اعراض الحمى والاعراض هو اللي يكتب 90 ويجي يعملوا له تحاليل. وغاديك باش نعرف انسان يصيب مصابه ولا مصاب. ثم نعرف المرضى هذا يعطي حالات من الامراض اللي ما عندهاش أعراض ولا أعراض التي حقيقة ما نجموش في قدرها. نتصور ثم حالات وهذوما يخوفوا، خاطر هذوما اللي يخرجوا هم ينجموا يكونوا تسببوا في عدوى لعباد أخرين. شكرا جزيلا لك دكتور زهير السويسي، نائب رئيس جمعية الأمراض الصدرية والحساسية من تونس.